تظاهر تظاهر فيها نتيجة؟ والله مثل ما تعرف التظاهر هو حق مقبول بالدستور، أي. هو وسيلة من وسائل الضغط على أصحاب القرار، أصحاب القرار لغرض الاستحصال على كامل الاستحقاقات القانونية اللي صادرتها قوانين جارة للأسف قسموا المتقاعدين إلى قدامى وجدد، وهذا حد ذاته يعتبر تمييز، والتمييز مربوط بالمادة 14 في الدستور العراقي، هذا الدستور اللي صوت عليه الشعب العراقي. ومثل ما نعرف أنه أي نص قانوني يتقاطع مع أحد نصوص الدستور يعتبر نص باطل، وهم جاي يمشون على نص باطل ابتداء من عام 2003 ولحد إلى يومنا هذا. فإحنا حقيقة طلعنا تظاهرات عديدة من أجل إحقاق الحق وإزالة التمييز وإنهاء ملف المتقاعدين الساخن، ولكن للأسف ماكو من نجيب، للأسف يعني وضعوا سدادات الأذان في أذانهم كي لا يسمعوا صرخات واستغاثات المتقاعدين الذين يعانون من آلة الجوع وتدني مستواهم المعاشي. إن شاء الله هاي التظاهرة يجب أن تحسم الموقف، لا نغادر حتى تحقيق كلامه. نعم حتى تحقيق كامل. كلامك مقطوع، يعني هم من صوتوا على 30% لأعضاء البرلمان، أول شيء جلسة سفية، من تصويت ماكو، بس على القلم، هاي مشوه زين. بالنسبة للمتقاعدين هي مو من صلاحية البرلمان، البرلمان ما له علاقة، صلاحية رئيس وزراء بس يوقعون تات الشغلة. الحقيقة احنا طبعا رفعنا مسودة احنا والأخوان المتصدين للدفاع عن حقوق المتقاعدين، رفعنا المسودة وبيها كل الأمور اللي يزيل المثالب اللي رافقت قوانين التقاعد من 2003 ولحد الآن، هذه موجودة أمام مجلس الوزراء، تم اجتماعنا وياهم عدة مرات وناقشناهم بهذا الموضوع وعملونا خير، ولكن للأسف لحد الآن لم ينفذ. احنا من هذه التظاهرة ومن قناتكم الكريمة ناشد دولة رئيس الوزراء ونقول له ترى طفح الكيل وقلت الحيلة، احنا اللي يفترض انه توضعون حد لهذه المعاناة التي ذكرت العرض. ما يعني بعد ماكو مجال للتحمل اكثر، من غير المعقول انه تقسمون العراق تقسمونه الى طبقيا الى مجموعه تمتلك المال وتمتلك وتتقاضى الملايين من الدنانير، ومجموعه تحتاج على الفتات ويتعايشون مع خط الفقر، هذا غير مقبول. ونحذر بانه اذا ما صار هذه التظاهره حل سيصار لغايه 30 9 سيصار الى اعتصام مفتوح لا ينتهي الا بتحقيق. شكرا استاذ، شكرا استاذ، بارك الله فيك. السلام عليكم. وسهلا عمر، اشكركم على حضوركم اليوم. احنا الحقيقه اليوم طالعين على المطالبه بتعديل قانون التقاعد، لان المتقاعدين مثل ما تعرف مميزين، متقاعد قبل 2003 وقبل 2014 وقبل وبعد 2014، وخلوا ماده قانونيه اللي هي الفقره 3 أليف من الماده 35 تنص على تسكين رواتب المتقاعدين القدامى على المرحله الاولى، هاي طامه كبرى يعني ايش يجي للمتقاعدين بعد 14 ما تشمل. احنا بصوره مختصره طالعين من اجل تعديل قانون التقاعد ورفع الحيف عن الظلم اللي تعرف رضل المتقاعد العراقي. شكرا. ياسين الجنابي الناطق الاعلامي للجمعيه العراقيه المتقاعدين. اشكرك، بارك الله فيك، اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحيي المحافظات العراقيه من الجنوب الى الشمال، نقول لهم اهلا وسهلا، حياكم الله مع اخواكم المتقاعدين في بغداد. هاي نوجه رساله او مناشده او طلباتنا الحقيقيه الى رئاسه مجلس النواب
بدنا لازم مجلس الوزراء بتعديل العدالة بقانون، قانون تقاعد لا موحد للمظلوم الذي ظلموا هذه الشريحة كبار السن، هم أصحاب شيبة البيضاء. المواد كالآتي نطالب بها التعديل. مادة 36، مادة 36 تعني وتشمل كافة شرائح المتقاعدين، وهي الوريث، المستفيد، الأرامل، المطلقات، كانت محلة جيش سابق، وإحنا عارف نقول جيش سابق، كل إحنا جيش واحد تحت راية الله أكبر، ومدني وعسكري ودفاع وداخلية وجرحى وشهداء. نطالب أقل راتب التعديل 800,000 دينار، راتب الحد الأدنى، وسويت دراسة وقمة الدراسة وروح الدراسة إحنا مع الأسف الدراسة مو مصالح المتقاعد. المفروض إحنا قلنا لكم أي شيء عندكم مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، شاركوا متقاعدين، عندنا ناس واصل هذا شهايد، نقعد وياكم نتفاوض حتى إذا قبلتم بموافقتنا نقبل، ما نقبل بحث آخر. زين، عندنا مهندسين مواصلين، عندنا بالاقتصاد، بالزراعة، بالصناعة. زين، إحنا شاركونا حتى نعرف. وشيء ثاني، طلباتنا هي حقيقية، الذي شرح القانون لم يوافق عليه رئيس مجلس الوزراء بالتشريع. هاي وحدة. اثنين، نطالب رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السودا عنده كان نائبا يطالب حقوق المتقاعدين وزيادة رواتبهم. لماذا هالسكوت؟ لماذا هالمماطلة؟ يا رئيس مجلس الوزراء، وكتابك موجود وقابلناك في مكتبك الشخصي في مدينة الشعب. زين، انت قابلت الفنانين على راسنا، قابلت الشغل العشائر على راسنا، قابلت العراق كل العمال، عفوا عمال التنظيف، لماذا ما تقابلنا؟ قول اطلع بصلح بالتلفزيون، اكو حاجز معني بيني وبينكم، ما خليكم نقابلكم، اكو جهه معنيه حتى نعرف نكون على واضح صوره واضحه. المحسوبين على التقاعد من الدول العربيه قد يستنى هوايه. احنا عددنا المتضررين بالمتقاعدين هو مليون ونص، راتب من 500 وزير، عددنا مليون ونص. مع الاسف هم يقولون عددكم هاي الاربع ملايين، هاي الاربع ملايين هاي ياخذات مليون وفوق ورابحه وشهداء والسياسه، لا تحسب علي. بس الراتب القليل احنا عددنا 1,400,000. طلباتنا كالاتي: اولا يشمون المتقاعدين هم وابنائهم بالرعايه الصحيه محافظه بغداد والمحافظات. اثنين، يشمون المتقاعدين بالقطع الاراضي كافه شرائح المتقاعدين، الوريث المستمر، وجاي جماعه يقدمون معاملات على البلديات، يقول لها انت ما مشمول بعد 2003 وبعد قبل 2003. قرار مو هالشكل، قرار واضح، القرار واضح، يقول الكل مشمونه، لم لدي قطعه ارض يستلم. زين، شمون المتقاعدين وابنائهم اسوه بالرعايه بحصه توميه ما شملنا، شمون المتقاعدين بالمنحه الطلبه اسوه بالرعايه ما شملنا، وهواي امور ما شملنا. اذا انا مو عراقي ابو الرعايه لا سويتنا على الرعايه ولا سويتنا على الربحه. زين، انت الزيد العامل العراقي العامل العربي 750 والعراقي ذو يباوع. هلا هلا بأخواتكم المتقاعدين، هلا هلا بأخواتكم المتقاعدين. اليوم احنا مظاهرتنا سلمية، وما ننسحب الله تحقق المطالب ان شاء الله بجهود هاي الناس الخيرة. بارك الله بكم ورحم الله والديكم. المتحدث ابو مهند المياحي، عضو نقابة المتقاعدين فقط وضع من القداد. شكرا شكرا ابو مهند، هلا ومرحبا، اهلا وسهلا. بارك الله فيك. قدام شوية واخره البرلمان العراقي نطالب بحقوقنا الشرعية على قلها القانون وسلم القانون. وراتب البرلمان العراقي الواحد في السنة 244,000,000 دينار. هلا عقنا الريت هناك حقنا الريد ونطالب به.